السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس غادي نشوفوا واحد لا ريفيزيون جينيرال ديال هاد لا فورماسيون اللي شفنا. هكذا نكون وصلنا لآخر درس في هاد لا فورماسيون اللي على لو كادر دو ترافاي سكرام. نتمنى أن نكون قدرت نوصل لكم لي ديفيرون زيليمون اللي شفنا اليوم. إن شاء الله نحاول نشوفوا واحد لا فيزيون ولا واحد لوفر فيو ولا واحد نظرة عام على لي ديفيرون نوصل اللي شفنا. اول حاجه بدينا بها لا ديفينيسيون دو سكرام. قلنا سكرام سي ان كادر دو ترافاي لي ادابتي لي بروجي لي تيكونو كومبلكس وفيهم ان بوزوان لي تيتبدل مع الوقت. شفنا لا تيوري دو سكرام وقلنا بانها واحد لا نوسيون مهمه في لو كادر دو سكرام اللي هي لا لومبيريزم ولا لابرونتيساج من ليكسبيريونس. يعني شاك فوا تنستافدو من ديك ليكسبيريونس ومن الخدمه ديالنا وتنحاولو اننا ناميليوريو لا بيرفورمانس ديالنا ونحاولو نصحو اخطاء ديالنا ايتترا. من بعد هضرنا على كيف سكرام. قلنا بان فيها لو سكرام ماستر يعني هذاك السيد ولا ديك لا بيرسون اللي تتكون مكلفه بلابليكاسيون ديال لي ريغل ولا لي نورم ديال لو كادر دو سكرام. قلنا بان عندنا لو برودكت اونر هو تيكون ريبريزونطون ديال هذيك لونتربريز اللي تخدموا ليها لا سوليسيون. قلنا بان عندنا ليكيب دو ديفلوبمون اللي هي اون بارتي في ليكيب دو سكرام يعني فيها لي ديفيرون ديفلوبور اللي خصهم يكون عندهم دي كومبيتونس فاريي ايتترا. من بعد هضرنا على لي زيفينمون سكرام. قلنا بان عندنا لو سبرينت سي با ان ايفينمون هي هو واحد لا ديوري و تيتكون من دوطخ ايفينمون. شفنا بان كاينه ديلي سكرام يعني شاك جور تنديرو واحد لا ريونيون. قبل ديلي سكرام كاين سبرينت بلانينغ تنبلاني فيه لو سبرينت ديالنا. ديلي سكرام سبرينت ريفيو يعني تنشوفو شنو درنا في سبرينت و سبرينت ريتروسبكتيف تنحاولو اننا نديفلوبيو الخدمه ديالنا. واخر حاجه درنا عليها هما لي زارتيفاك دو سكرام. قلنا بان كاينين 3 كاين لو سبرينت ولا لو برودكت باكلوغ لو سبرينت باكلوغ اي لي زانكريمون. وهكذا نقدروا نقولوا بان سالينا هاد لا فورماسيون وان شاء الله نقدر نقول بان شفنا واحد لا فيزيون جينيرال على سكرام. شفنا لي نوسيون مهمين ونتمنى نقدر نقول وصلت لكم الفكره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.